السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله أحببت أن أقدم لكم فيديو شامل على طريقتي التي أنتهجها وعلى الاستراتيجية التي أنتهجها أنا شخصيا من البحث على النيتش وطريقة العمل أو طريقة رسم الكوفر وأيضا طريقة التحميل على أمازون كي دي بي. وسألخص لكم جميع الفيديوهات التي قمت بعملها بالسابق في هذا الفيديو إن شاء الله، وسأحاول ألا أكون أو ألا يكون هذا الفيديو طويل في هذا الشرح. أولا وقبل كل شيء سنقوم بالدخول مباشرة إلى الشرح بدون إطالة إلى الملتقى. وهنا عند فتح الحساب الخاص بنا على أمازون كل ما علينا وهو تغيير الدولة التي نقترن بها. أنا على سبيل المثال قمت بتغييرها هنا إلى نيوزيلاند، وسأختار هذا الخيار لأبحث عليه هنا في بوكس. وأولا أريد أن أشير إلى طريقة أو أريد أن أشير إلى أداة يجب أن تمتلكها في حاسوبك، وهي التي ستسهل علينا طريقة العمل وتسهل علينا كيفية إيجاد النيتشات المربحة وأيضا كيفية إيجاد المايكرو نيتش. سنذهب إلى جوجل إكستنشن ونبحث على هذه الأداة Productor for Merch by Amazon. عند كتابة هذا الاسم عند أمازون ستظهر لك بهذا الشكل، وتقوم بإضافتها في القائمة الخاصة في جوجل كروم، وعند إضافتها ستظهر لك بالشكل الذي سوف نشرح. هنا نقوم ببحث على النيتش أو المايكرو نيتش بطريقة تدريجية. أولا سأقوم ببحث على هذا الخيار أو هذا النيتش، عفوا سأضغط على، سأختار هذا الخيار Competition Notebook، أظن أن قمت بخطأ ما هنا، وأبحث عليه بهذه الطريقة. سيظهر لدينا بهذه الطريقة، وأيضا ستظهر معنا الأداة التي قمنا بتنزيلها وتسطيبها على جوجل كروم. نظرا لضعف في الإنترنت قد يظهر لدينا بعض التأخيرات. كما يظهر أمامنا هنا لدينا هذه الخيار وهذه الكلمات، وهي التي تسهل علينا إيجاد النيتش وإيجاد المايكرو نيتش. إذا رأينا عن عدد الريزولت أو عدد الكتب الموجودة في هذا النيتش إنه يتجاوز 10,000 ريزولت. سنقوم بالبحث هنا، انظر مجرد كتيبات ليس بها أي ديزاين احترافي أو أي ديزاين لنقول أنه لديه حقوق أو شيئا من هذا الشكل. انظر يا أخي، وأظن أن هنا يظهر لدي تينيس نوتبوك. سنبحث على هذه الكلمة هل هي رائجة أم لا، وإذا أردت البحث عليها تختار هذا الخيار Top Focus Keyword. كما قلنا نبحث على هذه الكلمة تنس في هذا الخيار، هذه هي أي لدينا 57. سأكتبها هنا لكي نرى هل لدينا 10,000 أم لا. تنس Competition Tennis Notebook، لقد ظهرت معي هذه الريزولت 278، أي يمكنني العمل على هذا النيتش واختياره كضمن قائمة المايكرو نيتش. هنا أظن أنه قد اتضحت معك الفكرة، أي كلمة قمت بالبحث عليها هنا تذهب إلى هذا الخيار وتختار الكيورد وترى عدد الكلمات التي يتم إعادة صياغتها، ومن ثم تذهب وتبحث عليها وتنظر في هذا الخيار إذا لديك
أقل من 1000 في ريزولت في النتائج تقوم بالعمل عليها، ولا داعي لكي تبحث لتكثر البحث، مجرد إيجاد كلمة مفتاحية عليها البحث قليل. قم بتحميل كتاب أو كتابين وانتظار، ومن بعد تذهب وتغير نيتش إلى أن تجد النيتش الذي يعمل 100%. هذه هي الطريقة التي أشاركها معكم، وهي الطريقة التي أنتهجها. وأنا هنا في هذا الفيديو مجرد أعطيك المعلومات وأعطيك الطرق التي أنتهجها. على سبيل المثال سأعمل على هذا النيتش Competition Tennis Notebook. يظهر لي العديد من الكلمات. أولا سأبحث على الصورة التي سوف أقوم بالعمل عليها. هنا يظهر لي صور عادية، إلا أني سأقوم بعمل ديزاين لا بأس به. سأختار هذه الكلمة تنس وأقوم بنسخها وأذهب إلى الموقع الذي يعطيني الصور المجانية، وقد قمنا بشرحه مرارا وتكرارا. سأقوم بعمل كتابة هذه الكلمة وأبحث في الموقع على الصور. سأختار على سبيل المثال صورة ليس لديها أي كلورات كثيرة. سأبحث على شيء صورة هنا. سأختار هذه الصورة لأنها صورة أظن أني سأقوم بالتعديل عليها لكي لا انتظروا قليلا أقوم بتحميلها. هنا يعطيني هذه الخيارات، سأقوم بعمل verify download. وعند تحميل الصورة سنذهب إلى فتح الفوتوشوب. بعض الإخوان قالوا لي طريقة التي نعمل عليها في الإليستريتور، إلا أني لا أجيد، أنا مجرد مبتدئ في مجال الإليستريتور وأفضل العمل بالفوتوشوب، لأنه الفوتوشوب بسيط بالنسبة إلي. عند فتح الفوتوشوب وفتح الكوفر الذي قمنا بشرحه مرارا وتكرارا في الدورة السابقة، وتحديد هذه الخطوط التي تظهر معنا بهذا الشكل هنا وهنا وهنا، سأذهب إلى الصورة التي قمت بتحميلها. هذه هي الصورة، وأخذها وأضعها هنا على هذا الخيار. سنقوم بعمل هذا الديزاين الذي سوف يظهر لكم، وبالطريقة التي أنتهجها، طريقة جد رائعة. هنا أختار اللاير الأول واللاير الثاني وأقوم بعمل تلوين لللاير، إلا أني سأختار لون يميل إلى الرمادي، وأنت لديك الاختيار الذي تريد اختياره. سألون هذه الواجهة بهذا الشكل وأذهب إلى هذا الخيار وأقوم بعمل أضغط على V وأنسخ الصورة هنا. بحكم الممارسة يوميا تقوم بعمل ديزاينات يأتي لك هذا الشكل بطريقة مبسطة. نكتب هنا notebook tennis. سأختار اللون لهذه الصورة. هنا طريقة أعتقد أنك لن تجد أي صعوبة في العمل على الفوتوشوب أو العمل على شيء آخر. أقوم بتصغير الكتابة بهذه الطريقة، لن تأخذ معك أي جهد وأي وقت. حسنا، قمنا بتصغير هذه هي الطريقة المثالية.
والآن عند انتهائنا من رسم الديزاين الخاص بنا نقوم بعمل حفظ السيف لهذا الديزاين. كما قلت لكم لن يأخذ معك أي وقت، مجرد الممارسة اليوم وغد اليوم وغد ستكون متمكن إن شاء الله في هذا المجال. قم بعمل حفظ، وهنا سنذهب إلى الطريقة التي تساعدنا في تنزيل الكتاب بمساعدة هذه الكلمات المفتاحية التي تعطيها لنا الأداة. سنقوم بالدخول إلى الحساب الخاص بنا على الأمازون ونختار Paperback، وعند فتح هذا الخيار نعود إلى الأمازون لنذهب ونبحث على الكلمات التي تمكننا من الظهور في هذا النيتش. سأختار تنس نوتبوك جورنال أوتر، تنس نوتبوك، تنس كومبيتيشن نوتبوك. سأختار تنس كومبيتيشن نوتبوك. ستقول لي أنني سأقوم بعمل هذا الخيار بالكامل، إلا أني لن أقوم بعمله لأني قمت بإعداد كتاب ليس فيه أو الكوفر ليس فيه هذه الكلمة competition، وهذا يعد مخالفا لسياسة وقوانين الKDP. إذا قمت بكتابة العنوان وأيضا عنوان الكتاب الخاص بك أو عنوان الكوفر الخاص بك متناقض مع هذا العنوان سيقومون برفض الكتاب الخاص بك. عند كتابتها تنس نوتبوك سأنزل إلى الأسفل واختار السبتايتل. السبتايتل لدي في هذا الخيار هنا قمت بكتابته من قبل، وفي الدورة الفائتة دورة الKDP قد قمت بتنزيل للإخوان هذا الملف، والذي يعد من الملفات التي تدعم الكيوردات الرائجة في السوق. حسنا سنختار السبتايتل ونقوم بلاصقه، وسأضيف له بعض الإضافات على سبيل المثال هذه الكلمة تنس لأنها تعد كلمة مفتاحية في النيتش الذي نعمل عليه. لينك تنس نوتبوك، تقوم بإضافة هذه الكلمة هنا، وعند البحث في الأوتر أو كتابة الأوتر أيضا سنبحث في الأداة عن الكلمة التي تمكننا من الظهور، لأن الأوتر يؤخذ بعين الاعتبار في الروبوتات التي تعمل في الأمازون لكي تأرشف الكتاب الخاص بك. وهذه المعلومات التي نطبقها على هذا النيتش الخاص بالتنس مجرد معلومة يمكن صياغتها في أي نيتش عملت به، أنت مجرد أخذ الطريقة التي أعمل بها. سأختار هذا الخيار First Name، سيكون ممثلا للاسم تنس سبورت، و Description أيضا هي لا تكون مغيرة لأننا قمنا بتعديلها بطريقة احترافية، وأعتقد أن الإخوان قد جربوا هذه الديسكريبشن. وهنا سنضغط I own، وهنا السر، وهنا الحكمة، وهنا يا إخواني يا أخواتي، وهنا الطريقة وأيضا المنهج الذي نعمل عليه. سأختار بعض الكيوردات في هذا الشكل تنس نوتبوك كومبيتيشن جورنال أوتر، سنكتب تنس تنس، نكتب هنا نوتبوك، جميع الكلمات الدلالية التي أعطتها لنا الأداة كومبيتيشن
ونبحث أيضا motivation ونبحث أيضا على كلمة أخرى gift remember جميع هذه الكلمات تمكننا من الظهور gift remember remember وأيضا سنبحث على كلمة أخرى parking parking وهنا الكاتيجوري الخاص بالنيتش الذي نعمل عليه. إذا كان نيتش مهتم بالفوتبول أو مهتم بالتنس أو مهتم بصفة عامة بالسبورت، نختار نون فيكشن ونبحث على body and mind spiritual game سنبحث عليه هنا أظن أنه هنا يوجد في سبورت باسكتبول كوتشين لا تنس هذا هو تنس هذا هو النيتش الذي نعمل عليه وسنقوم بإدراج كاتيجوري آخر وهو يعد من الكاتيجوري الستاندر أي التي إن لم تعمل معك أي إن لم تجد النيتش هنا كل ما عليك هو اختيار النون فيكشن وتختار الموتيفيشن سأبحث عليها هنا الموتيفيشن سيلف هيلب عفوا سنختار سيلف هيلب وهنا هذا الكتاب الذي قمنا به انه لا يعد مخالفا للسياسة او لا يخص فوق 18 سنة سنختار نو ونضغط على سيف اند كونتينيو ربما سيكون الفيديو طويل شيئا ما والا اني اعطيك الطريقة التي انتهجها ولا أعطيك كما يقول البعض الزبدة أو كل شيء لكي تحقق الأرباح من الغد أو من الآن أنا أعطيك مجرد الفكرة وأنت يا أخي كل ما عليك وهو المتابعة والاستمرار والمداومة على تنزيل الكتب كالعادة سنضغط على Assign me as is been ونختار هذا الخيار Black and White وهنا نختار المحتوى الخاص بنا وقد قمت بالفيديو السابق أو الفيديو ما قبل السابق بطريقة لإنشاء محتوى احترافي ومحتوى يمكنك من مضاعفة الأرباح الخاصة بك سأختار النوتبوك وأود أن أعتذر عليكم لكي لا نطيل الفيديو سأوقف الفيديو ريتما نقوم بتحميل الكوفر وبتحميل الكونتنت الخاص بنا ومن ثم نعود لأن هذه المرحلة قد يعلم الإخوان أنها تطول مدة زمنية طويلة وسنقوم بإعادتها إن شاء الله وبعد انتهاء المرحلة التي تأخذ وقتا طويلا قمنا الآن بتحميل الكوفر الخاص بنا الذي يظهر لدينا بهذا الشكل وسنقوم بمعاينة الكوفر الخاص بنا بالضغط على Launch Previous وقد تأخذ معك هذه الفترة هذه المرحلة مدة طويلة وهذا هو الكوفر العادي الذي ليس به أي ديزاينات كبيرة الذي قمنا بالعمل عليه والآن أمل أن تكون قد اتضحت معك الطريقة التي أنتهجها في العمل على إيجاد نيتشات وعمل الكوفر وأخذ الصور المجانية وأيضا العمل عليها سنضغط على Approve
ونختار هنا Save and Continue. وقد يظهر ما لديك هذا الخيار Your Print Cost، أي ثمن الطباعة للكتاب الخاص بك الذي تأخذه أمازون على كل نسخة. سنضغط على Save and Continue، ومن ثم نقوم بتحديد السعر. أنا سأقول لك لا تخفض السعر، لأن إخفاض السعر يدخلك في شك، يدخل المشتري أيضا في شك، لأن ديزاين خاص بك أو الكونتنت الخاص بك شيء غير ليس لديه قيمة، لذلك تقوم بإخفاض السعر. أقول لك قم برفع السعر الخاص بك. أنا سأقوم على سبيل المثال بالضغط على 799، ونضغط على هذا الخيار، وهذا الخيار أيضا مهم، أي الكتاب أو الكراس الخاص بك يكون موزعا على السوريات الأخرى. ومن ثم نضغط على Publish Your Paperback Book، وسيأخذ معك فترة ما بين يومين إلى 3 أيام حسب المراجعة. لهذا أقول لك قم بعمل 10 أو 20 كتاب أو 30 كتاب، أنت وقدرتك على العمل. وأتمنى من الله أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وأشكركم لحسن متابعتكم. وإذا أردت أي معلومات أو أردت أن تراسلني على الخاص، فأنا متواجد في القناة وأيضا متواجد على وسائل التواصل الاجتماعي. وأدعوك للاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.